يا مرة غريبة والله. بسم الله يا حد. واسعد الله صباحكم بكل خير احبتي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليله المغامر عبد الله العنبري من مكه المكرمه في مغامره جديده. طبعا مغامرتنا الليله في مكان يقولوا ان المكان هذا مسكون، هو تقريبا تحت جبل، منطقه مظلمه، ويقول سبب هجر المكان هذا من الاحداث اللي حصلت في المكان ذا والله اعلم. الكلام ذا من زمان يعني، فانا طبعا رايح الموقع هذا وبستكشف وابغى اشوف هل الشيء هذا اللي حصل حقيقه ولا كان زمان وراح. ممكن احصل حاجه، ممكن تكون مغامره عاديه مجرد استكشاف. فالواحد يجي يقول عبد الله والله في وما في، ترى قلت لكم ممكن تكون مغامره عاديه، احنا بندخل بنشوف ونستكشف هل المكان هذا اللي قالوا فيه وفيه وفيه حقيقه ام مجرد اشاعه، ولا كان في السابق حصل الشيء هذا والان ما في. اسعد الله صباحكم بكل خير حبيبي المتابعين في كل مكان. يوم جديد معكم الليلة المغامر عبد الله من مكه المكرمه في مغامره جديده. طبعا انا وصلت الموقع، نقول والله تعبت عشان اوصل الموقع. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذا الموقع شبيهنا. في احد؟ في حد؟ فين صوت الحمام ده؟ قفل الشباب، الشبابيك شايفين؟ قفل الشبابيك على انه المكان هذا كان مسكون يقول والله اعلم. بسم الله. في حد؟ من انت؟ المكان
اللهم إنا نعوذ من خبث الخبائث. صوت خطوات برا. لازم أدنك وأدخل، يعني أدنك وأدخل. في احد فوق؟ طفي القبس عشان النور لا تلعب. السطح مفتوح، ما في شيء. في احد هنا؟ كان في صاحب هنا ولا ايش؟ هذه عين، سمعت صوت في الداخل هنا. بسم الله، دم شعويد ولا ايش السالفة؟ ذكريات على هيئة عقارب، بشر، عيون، وفي حرق، حرق في المكان. في أحد؟ انقطع شايفين؟ والله مكان مرة مخيف يا جماعة. بسم الله العظيم، الشباك تتحرك.
سمعت صوت الشباك تحرك وانا ارفع السناب، السناب الثاني. شيء غريب، في حد؟ الدلائل اللي حتى الآن يعني عادية جدا تعتبر هذه. في حد جدا حز خزان؟ شجرة العشر، هذا البيت الثاني. في أحد لو سمحت في البيت هنا؟ في بشر؟ الوضع طبيعي جدا حتى الآن. قالوا هذا مكان مسكون يا جماعة. الأشياء اللي ظهرت حتى الآن تعتبر طبيعية جدا لي بالنسبة لي يعني. بس الأبواب مغلقة، ليش أغلقها؟ هذه مقفلة وهذه مكسرة. في أحد؟ كان هادي طبيعي الناحية هذه، بس شعر جسمي قشعر يا جماعة والله. بسم الله. الكلام في هذا البيت هذا الفيديو يا جماعة بصورها لكم مرة ثانية إن شاء الله. في سيارة قبل شوي حددت صراحة اضطريت إني أوقف التصوير، لكن كان هم من البيت هذا أكثر شيء. هذا البيت وهذا البيت الثاني.
بس منه. في أحد؟ سمعت صوت. النار. في بشر في المكان. في أحد لو سمحت هنا؟ لو سمحت جد الله جاتي. في أحد هنا؟ إنه كان في أحد لفوق. بسم الله. فوق. سمعت من فوق الصوت. في أحد فوق؟ في حد فوق؟ صوت اللي طلع فوق. ما في حد. هذا ما حد يقدر يطلع فوق. حتى لو طلع فوقنا هذا حتكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا جماعة أنا الآن راح أخرج من الموقع. المكان ما أدري وش أقول لكم صراحة. المكان فيه أشياء خفيفة في المكرم إنه مهجور. المكان ده من سنوات طويلة. لكن يا جماعة الخبر الآن خرج من الموقع. أي ملاحظة أي استفسار أرسل على الخاصة وأكتب على هاشتاج تويتر الموقع عبد الله العنبري. ربي يعطيكم العافية. وراي مشوار لين أوصل السيارة.